إنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. يعني كيف ما كتعرفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني خبر اليوم يعني تفاجأت بالساحة الفنية، يعني بعد وفاة أب ديال الفنان الشعبي الفنان الكبير يعني عبد الله الداودي، كيف ما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام من خلال هذا البث المباشر من أمام منزل يعني الأب ديال الفنان عبد الله الداودي. فكما كتلاحظوا معنا من خلال هذا البث المباشر مشاهدينا الكرام، يعني اليوم تفاجأت الساحة الفنية بوفاة يعني أب الفنان الشعبي المعروف عبد الله الداودي، كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام من خلال هذا البث المباشر من أمام منزل الفنان عبد الله الداودي. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله، يعني بعد المرض اللي داز فيه الاب ديال عبد الله الداودي كما كتلاحظوا معنا في هذا المباشر مشاهدينا الكرام، يعني اليوم يعني توفى. فهذه هو المكان المنزل ديال الاب ديالو. فلحد الان يعني كما كان المعطيات اللي عندنا ان يعني الفنان عبد الله الداودي مازال يعني في خرجه في ميريكان لحد الان، يعني مازال ما وصلش للمنزل اللي ديال الاب ديالو. لحد الان باقي ما وصلش، يعني ولحد الان باقي يعني ما دفنوش الاب ديالو لحد الان مشاهدينا الكرام، يعني كيتسناو حتى يجي يعني من الميريكان، يعني هو في امريكا. لحد الان باقي ما جاش، فكنتمنوا ليه السلامه ايضا يعني في المجيء ديالو ان شاء الله. فكما كتلاحظوا معنا كنعاود تذكير مشاهدينا الكرام من خلال هذا البث المباشر من امام منزل الفنان الشعبي عبد الله الداودي. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني كما كتلاحظوا معنا الساحة الفنية اليوم عرفت خبر وفاة أب الفنان الشعبي عبد الله الداودي، يعني بعد صراع مع المرض. فالحمد لله، هذه هي الدنيا، الحمد لله كنا لها كما كنقولوا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلحد الآن مشاهدينا الكرام، يعني الفنان عبد الله الداودي لحد الآن باقي ما جاش من ميريكان، يعني حسب معطيات اللي عندنا مشاهدينا الكرام، إن شاء الله غدا ولا في العشية يجي، غيكون إن شاء الله في المنزل ديال الأب ديالو اللي توفى. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني لحد الآن باقي ما دفنوش حتى يعني اللي يجي عبد الله الداودي من أمريكا. فهذه المعطيات اللي عندنا مشاهدينا الكرام من خلال هذا البث المباشر. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أعطى الله، الحمد لله، الحمد لله. مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا معنا، يعني هذه الأجواء من أمام منزل الفنان الشعبي عبد الله الداودي، يعني بعد صراع مع المرض. الحمد لله، يعني كان اليوم يعني توفى الاب ديالو يعني في الساعه الاولى من الصباح. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام هذه المعطيات، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المباشر لا حول ولا قوه الا بالله. إذا كنعود تذكير مشاهدينا الكرام مشاهدي ميديا لايف، هذا البث المباشر من أمام منزل الفنان الشعبي المعروف الفنان الشعبي عبد الله الداودي، يعني بعد وفاة الوالد ديالو في هذا الصباح هذا. لكن ما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام من خلال البث المباشر، نحن الآن أمام المنزل ديالو كيف ما كتلاحظوا معنا. ف
فإن لله وإنا إليه راجعون. لحد الآن يعني الفنان عبد الله الداودي لحد الآن يعني باقي ما جاش من أمريكا، يعني ساق الأخبار هو كاين في أمريكا، يعني لحد الآن باقي ما دفنوش الأب ديالو حتى يجي إن شاء الله. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن لله وإنا إليه راجعون. شكرا توريا، اللهم ارحمه برحمتك الواسع وجهه القبر غرودا من رياض الجنة وتبيته عند السؤال. شكرا، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا. اللهم ارحم جميع أموات المسلمين إن شاء الله، الله يرحمه ويصبرهم يا رب، شيء كنت منه الله يرحمه. فإن لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا مشاهدينا الكرام، بالنسبة للناس اللي التحقوا بنا في هذا البث المباشر من أمام منزل الأب الفنان المشهور، الفنان الشعبي الغني عن التعريف عبد الله الداودي، فكما كتلاحظوا معنا من أمام منزل ديال الأب ديالو، فهذه الأجواء مشاهدينا الكرام كما كتلاحظوا معنا من خلال هذا البث المباشر. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني بغى الله الحمد لله، يعني بعد صراع مع المرض اللي كان، فالحمد لله فالحد الآن كما قلت لكم مشاهدينا الكرام، يعني لحد الآن الفنان عبد الله الداودي يعني باقي في أمريكا، يعني باقي ما جاش للمنزل اللي توفى فيه الأب ديالو، لحد الآن باقي ما جاش، وأيضا مازال يعني ما تمش الدفن ديالو، يعني في انتظار حتى يوصل يعني عبد الله الداودي من امريكا. هذه المعطيات اللي عندنا يعني مشاهدينا الكرام من خلال هذا البث المباشر كما كتلاحظوا معنا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لله ما اعطى ولله ما اخذ، الله يجعل مثواه الجنه ان شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا. يا ربي ترحم وترحم جميع أموات المسلمين. إنا إليه راجعون، إنا إليه راجعون. بالنسبة للناس اللي التحقوا بنا في هذا البث المباشر كيسولوا يعني شكون مات، فكما كتلاحظوا معنا مشاهدين الكرام من خلال يعني هذا البث المباشر من أمام منزل الفنان عبد الله الداودي، يعني كيفما كتلاحظوا معنا مشاهدين الكرام أجواء من الحزن في اللحظات من أمام منزل الفنان الشعبي المعروف عبد الله الداودي، يعني بعد وفاة الوالد ديالو. فكما كتلاحظوا معنا مشاهدين الكرام من خلال هذا البث المباشر، فلحد الآن ما تمش الدفن ديال الوالد ديالو، في انتظار وصول الفنان عبد الله الداودي من أمريكا. فإن لله وإنا إليه راجعون. ايوا كنتمنى ولي الرحمة والمغفرة ان شاء الله يا رب يا رب. لا حول ولا قوة. كما تلاحظوا معنا يعني الناس في هاد اللحظات كيجيو باش يعزيو. كاين شي ناس الله يهديهم خلال هذا البث المباشر، ف لا حول ولا قوة الا بالله، الله يرحمه ويوسع عليه في النار ويرحم جميع أموات المسلمين يا رب. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف ما كتلاحظوا معنا في اللحظات يعني الناس كيجيو المنزل باش يقدموا يعني التعازي ديالهم، كما كتلاحظوا معنا المشاهدين الكرام من خلال هذا البث المباشر. إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة.
كما تلاحظوا معنا المشاهدين الكرام، يعني من خلال فاش جينا يعني العائلة ديال الفنان عبد الله الداودي، العائلة الداودي كلها مصطومة بخبر ديال الوفاة. فهذه للأسف كما تلاحظوا معنا الناس في اللحظات يعني غاديين باش يعزيو، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا إليه راجعون، لله ما قال الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اذا كنعاود تذكير مشاهدينا الكرام من خلال هذا البث المباشر من امام منزل الفنان الشعبي عبد الله الداودي، كيف ما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام يعني بعد وفاه اب الفنان الشعبي عبد الله الداودي، بعد وفاه الاب ديالو، كيف ما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام من خلال هذا البث المباشر من امام منزل الاب ديالو، لحد الان يعني مازال ما جاش عبد الله الداودي من امريكا، يعني بعد التفاجؤ ديالو بوفاه الاب ديالو، في انتظار وصول ديالو ان شاء الله بالسلامه والعافيه ان شاء الله باش يتم الدفن ديال الاب ديالو. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول يعني كيف ما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني عائلة عبد الله الداودي كبيرة وصغيرة كلها تفاجأت بخبر ديال الوفاة ديال الفنان عبد الله الداودي. لله وإنا إليه راجعون، إنا لله. إذا كنعاود تذكير مشاهدينا الكرام ومشاهدي ميديا لايف، بالنسبة للناس اللي التحقوا بنا في هذا البث المباشر من أمام منزل أب الفنان الشعبي عبد الله الداودي.
عجبتني بعد وفاة الأب ديالو بعد صراع مع المرض كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام. من لحد الآن مازال مجاش يعني الفنان عبد الله الداودي المنزل اللي توفى فيه الأب ديالو، يعني لحد الآن يلاه جاي من ميريكان، فكنتمناو ليه السلامة السفر ديالو إن شاء الله. ملكة شكرا، الله يرحمه ويجعل متواه جنة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب. شكرا شكرا جزيلا، الله يرحمه يا رب في النار ويرحم جميع أموات المسلمين أجمعين يا رب. كما كتلاحظوا معنا المشاهدين الكرام، يعني هذه الأجواء من أمام منزل أب الفنان عبد الله الداودي، اللهم ارحمه واغفر له يا رب. إذا مشاهدينا الكرام شكرا على تتبعكم، وإلى اللقاء في بث قادم إن شاء الله.